السلام عليكم. ندير الفيديو ديالنا بصلاه الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله جنشارك معكم لقطه ديالي الدواره، صراحه جبتها جامده من الفريكو، بغيت نصور معكم. عندي واحد البصله ومطيشه محكوكين، عندي المعدنوس والقزبر وواحد جوج الثومه، عندي اللفت محفور وزعفران والتحميره والكمون والملح والبزار والكعبه والخرقوم وجوج القزبر مدقوق حتى هو. تبع معايا الطريقه، بغيت نشارك معكم الغداء ديالي البسيط المتواضع. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، فعل داك الجرس باش يوصلوك الجديد، خلي واحد اللايك ولا كومونتير زوينه وخليكم معايا. اللفت غنخلي حتى التالي عاد راه حتى طيب، خليكم معايا. دابا ندير كلشي في الكوكوت، ندير العطريه، المهم كلشي كيعرف ينسى. بغيت غنشارك معكم الغدا ديالي، صراحه جامده والله ما بغات تحشى لي في الكوكوت، المهم هكا كنصبها. ندير لها الزيت البلديه، ندير المعدنوس القزبر ما دكيتهمش، صح درتهم صحاح مع واحد ثلاثه فصوص ديال الثومه. وندير مطيشه محكوكه وبصله محكوكه، اللفت التالي صراحه كيجي زوين باللفت، الدواره باللفت والثومه حتى هي درتها، ودرت العطريه الكمون البزار التحميره الخرقوم الكعبه القزبر المحبوب، درت كل شيء. ودابا غندير لها المطايب وغنقفل عليها طيب واحد ربع ساعه كثر ساعه، دواره شويه كتاخذ الوقت عاد كطيب. وخليكم معايا، بغيت غنشارك معكم الغداء ديالي البسيط المتواضع والسمحيه اللي كتوهم. دابا غندير لها المطايب وغنقفل عليها، خليكم معايا. ها هي وجدت، وسمح لي بزاف اللي كتبوح، بغيت غنشارك معكم الفيديو ديالي. والى هنا ينتهي الفيديو، السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.